مرحبا بكم مجددا. اليوم بعد طول انتظار عدنا لكم بعود سباعي مقصود طبعا السبع اوتار كون الدوزان قبل دوغا او دو قرار دو فا لا ري سول دو فا اوتر الشرار بالاخير. تمام. مواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر رجوله قطعتين الظهر عندنا من المهوغني بالكامل بضاف لزند والبنجوق راح نركز عليه في التصوير اكيد بعد شوي. المفاتيح من سيسن درجه اولى المسطره من الابنوس درجه اولى الزند عياري من هنا بنقدر نتحكم بالدوسر اللي هو بعد الوتر على المسطرة وهذه ميزة جدا ممتازة بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت والسنين. مجرد جسد ورخي من هنا مش محاجة لأي صيانة ولا تروح تتعب نفسك في محلات ولا آخره. الأوتار عندنا من البيراميد لوت ديزاين فافا مضاف إليها وتر القبق دوغا اللي هو الدوها الغليظ من أوتار كريشنر. قياسات هذا العود وهم أهم بدنا نذكر اليوم العرض 38 العمق 20 طول الزند 21 عفوا طول الزند 19.5 طول الزند 19.5 عرض العظمة 4.2. نبدأ الآن نختبر لهم في مختلف مساحات صوتية أكيد مثل ما تعودنا دائما نبدأ إن شاء الله. صوت رنان ونقي جدا يا جماعة تسمع
كثير مع هذا العود بمساحته طبعا، لأن السباعي يعطيك مساحات واسعة أكثر أكيد العود السداسي. نيجي للاختبار الأخير، عزف فينجر بورد كان. الى اللقاء.